كتير جدا حملات ممنهجه على النادي الاهلي على اللاعبين على الجهاز الفني على يعني كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي ثم نزول مستر ريكاردو سواريش الجماهير ندهت على مستر ريكاردو سواريش توجه لتحيه الجماهير يعني كان لها وقفة واقفه يعني اللحظات كده على مستر ريكاردو سواريش بعد تحيه الجماهير قال انا